قانون في 2022 باش نسوو الوضعيه تسويه الوضعيه تسويه الوضعيه حتى يعني نقول احنا الاليسيت ولا الاليسيت يعني باش تشوف نسولهم الوضعيه نسولهم الوضعيه باش يجي تنحيلوا الشجر ولا تنحيلوا الاخر باش نسولوا هذا مهم جدا عقد امتياز نعم. عندنا تقريبا 200 ألف هكتار نعم. يعني باش تشوف الدور تاع الدوله بلي تسهيلات وتاخذ بيد الفلاح والمستثمر ايضا والمستثمر